الخوف، الخوف ينقسم إلى ثلاثة أقسام. كولول نفتي بكي تاتي. الأول خوف لا يصرف إلا لله، ومن صرف هذا الخوف لغير الله فهو مشرك شرك أكبر. ما أنا نوني أرنون كولول عندنا هوري ما دعاك هولي لسفة أو نقول كولول لو كورا الله سبحانه وتعالى سهولي دون كورا الله سبحانه وتعالى هرأي ونينه كفو رندي الله سبحانه وتعالى. لأن هذا الخوف عبادة لله. صابونا نقول كولول أنه كو دول ولن دي الله سبحانه وتعالى. ونخاف من الله لنعظم الله ولا نعظم ولا نعظم أحد مع الله سبحانه وتعالى. ما أنا هولي الله سبحانه وتعالى مودين الله سبحانه وتعالى إما من يرتاع هولي نقول سفر دوار هولي رد الله سبحانه وتعالى. ولا يمكن أن يعلم ما في السرائر إلا الله سبحانه وتعالى، ولهذا لا يمكن أن نخاف إلا من الله سبحانه وتعالى. هاي كونو هاي قد أنك وني اندرت يم بين كونا الله سبحانه وتعالى. كلوا نقول كل الله إن دواك نقول هولدك كونا الله سبحانه وتعالى. الثاني من الخوف خوف طبيعي جائز لا يلام عليه الإنسان، يخاف من اللصوص من قطع الطريق، يخاف من النار، يخاف من الأسد. نوني إما كل نقول كونو كون تغنون كل تغنون سيف هولو قول دمي ولا كل كونان دي مور نون وفلتاك إن هون دون. نعم. الثالث خوف وهو الخوف المؤدي إلى القنوط من رحمة الله، يعني بعض الناس يقنط يذنب ولا يستغفر، هذا خوف محرم، أو يطيع المخلوق في معصية الخالق، هذا القسم الثالث الخوف المحرم. ما أنا نون كل أننا هرما كون دون كهرمون قول وانا كون شير كون كهرمون قول سيف هون دون نت دون أو هولا تا وغوبي الله سبحانه وتعالى ها ولا هولا ها تجو يرمي الله سبحانه وتعالى. نعم، المهم عندنا هو الخوف الأول صرف لغير الله شرك أكبر، نسأل العافية السلام والله أعلم. مانا كون دون فون نون يجي كلول دين كون إتاتي أرنون كون دون كو يتقول نقول كلول سودين قول ورنقول نقول قول 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 الله سبحانه وتعالى.